أولها لآخرها لوحده. في بنات كتير اللي فصلت فساتين واللي أخذت من جدتها حاجات أو مامتها أكسسوارز قديمة عشان تقدر توصل لكل لوك اللي هم عايزينه. الحاجات اللي هتشوفوها النهارده مبذول فيها مجهود كبير قوي. النهارده هتشوفوا معانا أزياء مختلفة ومتنوعة، وكل بنت هي المبتكرة الفستان من أوله لآخره. هيكون معانا النهارده